بداية هذا القسم الاجتماعي بعنوان لمقال لعيسى أبو عيسى بجريدة الديار، بقول جمهورية لبنان انتحست، شلل عام تحييه الصفقات والسمسرات. أولا بتوافق على القول أنه جمهورية لبنان انتحست؟ أصاب النحس من مين يعني؟ مين نحسها؟ ما بعرف، هو بحسب متتمة العنوان الداخل، يعني أنا برأيي من الداخل في مشكلة عندنا، نحن في عندنا مشكلة نحن بالأداء في عندنا. نعم أنا مع التحت منها، بس الفوق منها ما بعرف انتحسها، مين نحسها يعني؟ يعني انه سموها بالعين اهلا. في اداء من قبل المعنيين في في بعض الادارات، في بعض المؤسسات، في بعض الوزارات، غياب الرقابه السليمه، التسييس لكل المواضيع، غياب المحاسبه تماما، ما في محاسبه. هذا اللي عم يوصل الامور للفلتان اكثر فاكثر، وهذا عم يتعمم على كل شيء. يعني لما بتشوفي مثلا مدام رولا، انه والله في عندك كل من ياتي الى راس مؤسسه، مش كل، بعض من ياتي الى بعض المؤسسات بيعتبر هذه المؤسسات كما لو انه هي مزرعه له وحده، وبصير بيتصرف فيها على هواه دون رقيب او دون حسيب. يعني هلا مثلا لما بعرف انا باحدى المؤسسات الاسبوع الماضي تم تعيين موظفين فقط من الوان طائفيه محدده، الوان مذهبيه محدده. طيب ليه؟ باي مؤسسه؟ باحدى المؤسسات، ما بدي احكي عنها هلا لانه هيدي ناطر بعد لنشوف اذا بده يصير في تقويم واصلاح لهذه الخطوات. في محلات بتحسي كمان لو يعني بحجه غياب التوافق السياسي عم بصير في فلتان بالباكي، مش بس التوافق السياسي، لا، في من هو يريد ان يعمم مفاهيم جديده، مش مفاهيم جديده، يعمم الفساد والمحاصصه الطائفيه المذهبية كما يراها في هذا البلد. الجديد بامبارح كلام الوزير علي حسن خليل، هجومه العنيف على مؤسسة كهرباء لبنان ملوحا باستجواب مسؤوليها أمام مجلس النواب مثل ما قالت جريدة الأنوار. ليش أطلق نيران صديقة الوزير علي حسن خليل؟ يعني معلومة من كانت هذه الحقيبة من 2005 لليوم، وحتى ما قبل ال 2005. بدي لك شغله كمان هون، يعني هلا البعض وضعها باطار انه هيك اذا بدك التناقض عن جديد رجع يبين ما بين التيار الوطني الحر وما بين حركه امل، وهي اللي خلت هذه الامور هذا تجي، علما انه بموضوع الكهرباء هو في جانب من اللي قاله مصيب فيه تماما. نعم. انه في عندنا مشكله بالكهرباء، نعم في مشكله بس نعم ما في عندنا مشكله، بس 9 سنين، عمر 10 سنين، يعني وقت اللي كانت هالحقيبه تحديدا عند حركه امل والرئيس لبيه بري. نعم، يعني اذا بدك كل وزراء الطاقه اللي تعاقبوا. نعم. من 2002 لحديت هلا، باستثناء يمكن واحد او اثنين فيهم واللي كانت مدادهم يمكن ما اشتغلوا فتره طويله. نعم. كلهم اشتغلوا بشكل ساهموا بزياده اذا بدك منسوب الصفقات، منسوب السمسره، منسوب الهدر بكهرباء لبنان، والنتيجه هي اللي عم نعيش اليوم بواقع انه كهرباء لبنان هذا العجز اللي 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 فيها، هذا العجز هو سنويا عم بتكون ارتداداته المباشره وغير المباشره لواقع الكهرباء، عم بحكي. نعم. واقع الكهرباء ارتداداته المباشره وغير المباشره على الوضع الاقتصادي العام، هو خسائر بتعادل ما يوازي 20% من الدخل القومي. يعني احنا يوميا نصف لبنان هو تقريبا رح يصير عندك هلا حاليا هو 40% من الدين العام المساهمات تاعت الكهرباء، وستصل يمكن الى 50% وربما اكثر من 50% اذا لم يصار الى معالجه جذريه لموضوع الكهرباء وتطبيق للقانون. لكن ليك قديش هي يعني اللي عم بقوله انا، قديش بسيط وبنفس الوقت قديش كبير انه هناك وزراء لا يريدون تطبيق القانون. اليوم عون الكعك استذكر ايام ما جاء الرئيس رفيق الحريري للحكم، بيقول كان همه ان يحسن اوضاع الكهرباء وجاء بالوزير المرحوم جورج فرام. طبعا كان الزمن زمن الوصاية السورية، فإذا استعدنا أسماء جميع يلي تعاقبوا على الوزارة منذ ما بعد جورج فرام حتى اليوم كانوا من فريق 8 أذار مباشرين أو من حلفائهم. وقد يتساءل البعض لماذا لم يصطلح وضع الكهرباء مع هؤلاء الوزراء، والسبب ممنوع على لبنان أن يستقر.
يسأل البعض هل الكهرباء توفر الاستقرار للبنان؟ الجواب نعم، الاستقرار الاقتصادي. الاقتصادية لما عم بقول لك ارقام ممكن وضع كل هذه العراقيل يعني مدام رولا على لبنان ان يستقر اقتصاديا. مدام رولا، نحن الاسبوع الماضي عملنا ورشة عمل، الاسبوع الماضي اللي قبله عملنا ورشة عمل في مجلس النواب حول التداعيات المالية على الاقتصاد الوطني لأزمة الكهرباء، وطلعت معنا ارقام مخيفة من ناس متخصصين. نعم. مش انه والله سياسي، بعض سياسيين مثل ما بيحاول البعض انه يزتى انه والله سياسيين بدهم يكبروا الامور، لا، ناس اخصائيين سواء بالبنك الدولي سواء بالمؤسسات الاقتصادية المعنية، اجوا وتحدثوا بارقام عن الهدر والخسائر الكبيرة اللي عم تطال الاقتصاد الوطني بسبب أزمة الكهرباء. لما بقلك انه التداعيات السلبية لانقطاع الكهرباء على الاقتصاد اللبناني سنويا هي بحدود 20% من الناتج القومي، يعني عم بحكيكي بخسائر سنوية بحدود 9 إلى 10 مليار دولار. هذا هيك معناته. لما بقلك انا انه حجم الدين العام 40% او كما يقال صار بده يصير 50% منه هو الكهرباء، يعني ما نحن عم نحكي عن خسائر بحدود 32 مليون دولار، مليار دولار. الخصخصه ممكن تكون حل لهالموضوع؟ الامر يعني هذا لما نقول خصخصه، الامر ليس موضوع خصخصه كما حاول البعض انه يصوره، لحتى حاول يشن هجوم سياسي على سياسه رئيس رفيق الحريري بأنه أراد بيع الكهرباء. الأمر مش هيك أبدا. القانون الذي يضع حلا جذريا لموضوع أزمة الكهرباء موجود من سنة 2002. نعم. قانون 462 على 2002 يقول بتشركة كهرباء لبنان، يعني يعني كهرباء لبنان تتشارك هي والقطاع الخاص ب بحقول معينة، بحقول معينة، وتبقى الدولة يعني هناك إمكانية لإشراك القطاع الخاص بالإنتاج. نعم. إشراكه بالتوزيع والنقل اللي هو يعني إذا ما كان فيها هالنقل يبقى بيد الهيئة الناصبة، يبقى بيد الدولة اللبنانية، يعني الخدمة هالكهرباء إذا ما كانت نوعيتها جيدة، إذا ما أسعارها جيدة ما بسمح بنقلها من الإنتاج إلى التوزيع. سهل. ومين بيتحكم بهذا الأمر؟ الدولة. بس ولكن لحتى يخلوا الفلتين ضارب أطنابه، لحتى يخلوا الصفقات مستمرة، لحتى يخلوا السمسار مستمرة طبعا بيحصل معنا وطبعا حصل معنا من 3 سنين و4 سنين وقبلة وقبلة وقبلة، عم بيخل ما بده هالقانون يطبق. هذا حتى هلا يعني إضافة لمشكلة الكهرباء في مشكلة جديدة وتفاقمت هذا العام بسبب انحباس الأمطار، هي مشكلة المياه. صحيح. اليوم إيفا أبو حيدر بالجمهورية تشير لاجتماع رح تعقده لجنة الطاقة والمياه. نعم. غدا، وحضرتك. نعم. من أعضاء. نعم. هاللجنة للبحث بآلية عملية لمعالجة أزمة شح المياه، وتتوقف هنا عند اقتراح للنائب محمد أباني باستيراد المياه من تركيا. يعني هذا الأمر هو الأمر المطروح غدا. هلا لا شك بأنه في عنا مشكل نحن، أنه الكل عايشينه يعني هو أنه المي يمكن بتيجي عم تيجي ساعة بالأسبوع. نعم. يعني منشوف نحن عنا مثلا بالمنطقة بالإقليم بنشوف المي ما بتجي ساعة أو ساعة أو ساعتين. نعم. بالأسبوع، والتجارة المزدهرة هي تجارة المياه، صهاريج المياه اللي البعض عم يجي بيحفر آبار وبيبيع مي، بنحلف في مي يعني شوية مي بدي أقول بهالقصيد، وإن كنت ما بوافق على الطريقة اللي عم تتم فيها واللي عم يتبعها البعض من ناحية استغلال هذا الموضوع. نعم. لرفع الأسعار بالشكل اللي عم يرفعوها. بس ولكن من المعلوم بأنه نحن الآن بلبنان السنة الماضية، هذه السنة نحن موجودين فيها، ما في يمكن 50% أو 55% من كمية الأمطار المتساقطات المفروض تنزل نزلت على البلد، وبالتالي هذا إلى جانب كذلك أنه ما صار في تراكم ثلوج يعني، وهذا الأمر يعني ما خلى المياه تتخزن بل راحت كلها نزلت على البحر، لا بغياب السدود بغياب المشاريع. هلا طرح استخدام المي من تركيا جدة دكتور؟ هلا بدنا ننتظر بكره نشوف الاستاذ محمد أباني شو عم بيقول بهذا الاطار. يعني ليك بدي لك شغله، وقت اللي انطرحت فكره استيراد الكهرباء يجيبوها بواخر، البعض يفكر فيها انه شو معقول بتصيرها،
سوري. وبدي اقول يعني هون والله بنحلف فيه اللي قدرنا نجيب فيه باخرتين، قدروا امنوا يمكن هلا عم يامنوا له 300 ميجا على القليل ثابتين بانتاج الكهرباء وباسعار معقوله. يعني هون بتتذكر هي اللي كاتبه المقال ايفا ابو حيدر انه النائب السابق موريس جميل بالخمسينات طرح يعملوا خطين، خط بجيب للبنان النفط وبالخط الثاني بنصدر المياه لدول الخليج، انه حتى هالميزه ما بقى نحن والله نحن ما بقى قادرين حتى نصدر مياه. بدي اقول لك شغله، انه نحن لو كنا في سياسه مائيه متبعه نحن اصحاب، نحن يعني يمكن ملوك بالفرص الضائعه بهدر الفرص. ما معقولين يعني فعلا لو كان في سياسه مائيه مدروسه وعم تتنفذ ومش عم يجي كل وزير ليلعن الوزير اللي قبله بالسياسة المائية أو بالسياسة الكهربائية أو لا ينقض شيء عمل قبله، كلنا يمكن وصلنا لمحل قدرنا نأمن لهذا الشعب شيء. هلا بعرف كل الناس عم بتقول لنا، بتقول لك الناس نحن شو مسؤوليتنا، حق عليكم، حق عليكم أنتم كسياسيين في معهم جانب باللي عم بيقولوه، بس ولكن يعني نحن عم نجي ونقول ونحط ندل نحط الاصبع على الجرح وندل وين ما كان من الخلل، بس المفروض يعني انه يصير في نرجع هذه المؤسسات الرقابيه ترجع تمشي، ترجع والمحاسبه ترجع ياخذوا دورهم لحتى تقدر توصل لحال، ولا ساعتها ما بوصل لحال. بعد الفاصل الطبيب النازح السوري تورط حزب الله بسوريا والوزير اشرف ريفي يقول طرابلس لن تخضع للمشروع الاسدي الفارسي. لحظات ونعود.